الرحيم. إذا كعادتنا في هذه الترتيبات الأمنية المتعلقة باحتفالات رأس السنة الميلادية، فاعتدنا أننا نستقبل هذه المنابر الإعلامية ونشكرها على الاستجابة وعلى الحضور ديالها. طبعا ولاية الأمن خلال هذه السنة عرفت عدة إنجازات، وهي تنفيذ للتوجيهات المديرية التي مفاتيح تتلقاها يوميا من السيد المدير العام للأمن الوطني، وتتعلق بمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، كذلك التجاوب مع نداءات المواطنين، وكذلك التفاعل مع كل القضايا التي تبلغ إلى علم المصالح الأمنية. طبعا خلال هذه السنة كانت مجموعة من القضايا الجنائية التي تم إنجازها وبامتياز، مجموعة من القضايا التي تتبعتها المنابر الإعلامية المحلية والوطنية، وعلى رأسها قضية الاختطاف ديال الأطفال وكللة التحريات التي أنجزت من طرف مصالح الشرطة القضائية والمصالح الموازية بالنجاح، كذلك مجموعة من الحجوزات التي توفقت المصالح الأمنية في الحصول عليها، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمخدرات، إما الأقراص المهلوسة أو الشيرة أو كذلك المخدرات الصلبة. طبعا خلال هذه السنة كذلك عرفت مدينة الدار البيضاء مجموعة من التظاهرات خاصة التظاهرات الرياضية التي عرفها المركب الرياضي محمد الخامس، وهي ذات طابع دولي، والتي كذلك سيرتها المصالح الأمنية بامتياز. طبعا خلال هذه الاحتفالات برأس السنة الميلادية، فالمصالح الأمنية التابعة لولاية الدار البيضاء كانت لها ترتيبات انطلاقا من يوم 24 من الشهر الجاري، وهي كانت ترتيبات أمنية يعني مخففة نسبيا، وكان ظهور ديال السيارات وديال العناصر الأمنية في الشوارع ديال المدينة ديال الدار البيضاء كلها. اليوم أنتم شاهدتم هذه الوسائل اللوجستيكية والمادية، وكذلك الوسائل البشرية التي تم تسخيرها لهذا اليوم، وهي ليست وسائل يعني اجتاحها لهذا الغرض من أجل أنها تخرج الميدان فقط، بل أنها عندها واحد البرنامج مسطر وتعليمات مسطرة، وهي الخروج للشارع العام والتواجد الإيجابي حماية للمواطنين في الأرواح والممتلكات، وهذا هو الهدف الأسمى من تواجد العناصر الأمنية في الشارع العام. طبعا هذه سياسة نهجتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل محاربة الجريمة، من أجل التفاعل الإيجابي مع كل القضايا، ومن أجل العمليات الاستباقية التي تقوم بها، والتجاوب كذلك مع المواطن سواء إطار الشكايات التي يتوجه بها المواطن للمصالح المختصة، أو كذلك عن طريق الخطور بالهاتف والخاصة 19 الذي أعد لهذا العرض. هذه يعني مجمل الترتيبات التي تم القيام بها. طبعا هناك كذلك توفير عناصر تنتشر في الشارع العام خاصة المتعلقة في المرور، وأنتم شاهدتم كذلك الدراجيين وكذلك مجموعة كبيرة من هذه العناصر المخصصة لهذا الغرض. طبعا هذه ترتيبات أمنية اتخذوا بشكل مستمر باش نوصلوا للهدف الأسمى، وهو أن لا تقع أشياء لها مساس بالمواطنين وبسلامتهم. وشكرا.